المحافظة الشرقية، وهذه قرية الصلحية في منطقة بحر البقر، قرية صغيرة في ريفنا الهادئ الوديع. تقطنها 80 أسرة، يعمل أفرادها في الزراعة وفي منشآت هيئة استصلاح الأراضي. وتمثل القرية حياة الريف المصري في كل صورها، في العمل حيث تتعاون المرأة والرجل على الإنتاج، وفي الإيمان بالقيم الشريفة في الحياة، وفي الزحف المتواصل نحو التقدم والنهوض. وفي صباح 8 من إبريل اختار العدو الصهيوني هذه القرية الآمنة لتكون هدفا من أهدافه الإجرامية، فأغار على مدرسة القرية وعلى ورشة ملاصقة تابعة لهيئة استصلاح الأراضي تعمل في إصلاح قام الأطباء بإسعاف الصغار وإجراء العمليات الجراحية ونقل الدم لإنقاذ حياتهم. لقد سجل رجال الصحافة العالمية هذه المأساة الوحشية، واستنكر الضمير العالمي جريمة الصهيونية التي تقف وراءها وتساندها قوى الإمبريالية عدوة الشعوب. وأصبح واضحا للجميع نوع العدو الذي نواجهه، قيمه وأساليبه وأهدافه الإجرامية. إن شعب الجمهورية العربية المتحدة الذي لن ينسى أطفاله الأبرياء لا يزداد إيمانه بحتمية النضال وتصميمه على الانتصار.